يوم تتبعات قناة أجيال المستقبل التعليمية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدمه الفرد الأول في مادة علوم الحياة والأرض موجهة لتلاميذ سنة أولى إعدادي. نبدأ بالسؤال الأول. التمرين الأول: عرف ما يلي. تصميم وسط طبيعي. الخلية: كائن حي عديد الخلايا. ركب جملة من الكلمات التالية: كائن حي، خلية واحدة، باراميسيوم وحيد الخلية. ثم اذكر ثلاثة أوساط طبيعية. تمرين ثاني: تمثل الوثيقة جانبه الشبكة القصبية عند الجراد. لاحظوا الشكل، عندنا القصبة الهوائية عند الجراد. إذن سير كل رقم من عناصر الرسم باسمه. هناك مساحة تبادل: فتحة تنفسية، قصيبة، قصبة، خلايا، شعيرات هوائية. إذن غادي نلاحظوا الرسم وغادي نصيروا كل اسم كل رقم بالاسم المناسب له. إذن تمثل الوثيقة أسفله تجربة لكشف عن التبادلات الغازية التنفسية عند نبات أخضر. لاحظ نسبة الأكسجين 21%، مصبوغ بالأسود، هناك الشمس، بداية التجربة. لاحظ النبات كيف كان في بداية التجربة، نبات أخضر، وهنا ماء الجير، النبات مع ماء الجير. لاحظوا جرس مصبوغ بالأسود، نهاية التجربة، نبات أخضر، وهنا ماء الجير. لاحظوا أن نسبة الأكسجين في نهاية التجربة أصبحت 18%، وفي البداية ديال التجربة كانت النسبة ديال الأكسجين 21%. الأسئلة: ما هي نتيجة هذه التجربة؟ فسر هذه النتيجة. ماذا تستنتج من هذه التجربة؟ ثم ما هي التبادلات التي ستحدث بين النبات والهواء لو استعملنا جرسا شفافا؟ سوف ننتقل إلى عناصر الإجابة. تصميم وسط طبيعي هو عبارة عن رسم تخطيطي نمثل عليه الكائنات الحية التي نعثر عليها والجزء الغير الحي بواسطة ألوان ورموز. الخلية هي وحدة تركيبية للجسم تتكون من غشاء بلازمي نواة وسيتوبلازم. ثم كائن حي عديد الخلايا هو كائن حي جسمه يتكون من عدة خلايا. السؤال الثاني: أركب جملة من الكلمات التالية: كائن حي، خلية واحدة، باراميسيوم، وحيد الخلية. إذن الباراميسيوم كائن حي وحيد الخلية لأن جسمه يتكون من خلية واحدة. أذكر ثلاث أوساط طبيعية: هناك الضاية، الساحل، الغابة. بالنسبة للتمرين الثاني: تمثل الوثيقة جانبه شبكات القصبية عند الجراد. الشبكة القصبية عند الجراد. سأصل كل رقم من عناصر الرسم. إذن الرقم واحد هو مساحة التبادل. هنا لاحظوا الرقم واحد. الرقم اثنان هو شعيرات هوائية. الرقم ثلاثة هو قصيبة. لاحظوا الرقم ثلاثة قصيبة. الرقم أربعة هو قصبة. ثم الرقم خمسة فتحة تنفسية. لاحظوا خمسة هي فتحة تنفسية. ثم الرقم ستة خلايا. لاحظوا الرقم ستة هو يمثل الخلايا. بالنسبة للتمرين الآخر: تمثل الوثيقة أسفل التجربة للكشف عن التبادلات الغازية التنفسية عند نبات أخضر. لاحظ هذه التجربة. إذن ننتقل إلى الأجوبة. ما هي نتيجة هذه التجربة؟
النتيجة للتجربة هناك تعكر ماء الجير. لاحظوا أن هناك ماء الجير أصبح ماء عاكرا في نهاية التجربة. لاحظوا في البداية كان ماء الجير أبيض وهنا أصبح أسود. إذا هناك تعكر ماء الجير ونقص نسبة الأكسجين. إذا هذه النتيجة. إذا بماذا سنفسر هذه النتيجة؟ تعكر ماء الجير يدل على وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون، ونقص نسبة الأكسجين يدل على أن النبات الأخضر امتص الأكسجين. ماذا تستنتج من هذه التجربة؟ النبات الأخضر يقوم بتبادلات غازية تنفسية مع وسط عيشه الهواء، حيث يأخذ منه الأكسجين ويطرح فيه ثاني أكسيد الكربون. إذن ننتقل إلى ما هي التبادلات التي ستحدث بين النبات والهواء لو استعملنا جرسا شفافا. لو استعملنا جرسا شفافا سيقوم النبات الأخضر، لاحظ، سيقوم النبات الأخضر بتبادلات غازية أخرى تسمى التركيب الضوئي، حيث يمتص فيه ثاني أكسيد الكربون ويطرح الأكسجين، وبالتالي لن يتعكر ماء الجير وسترتفع نسبة الأكسجين. إذن هنا في هذه الحالة لن يتعكر ماء الجير وسترتفع نسبة الأكسجين. إذن التبادلات الغازية التي سوف تحدث كنسميوها التركيب الضوئي، بحيث يمتص فيها ثنائي أكسيد الكربون ويطرح الأكسجين، وبالتالي لن يتعكر ماء الجير وسترتفع نسبة الأكسجين في نهاية التجربة، عكس ما حدث في هذه التجربة كما تلاحظون، لأن الجرس مصبوغ بالأسود، يعني ليس هناك ضوء، ليس هناك تركيب ضوئي، يعني أن الضوء لا يصل إلى النبتة، وبالتالي كما تلاحظون في نهاية التجربة هناك نقص في ثنائي نسبة الأكسجين، وهناك تعكر ماء الجير الذي يدل على وجود ثاني أكسيد الكربون. إذن هذا هو الامتحان. إذن لاحظوا إطلالة سريعة حول الأجوبة، الإجابات، لاحظوا الإجابات. إذن سنركز على هذه الإجابات كما تلاحظون بالنسبة للتمرين الثاني. إذن كنتمنى أنكم تكونوا استفدتم معايا.